نعم. صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ما معناه فرق بين الضرر والضرار؟ الضرر ما كان عن غير قصد، والضرار ما كان عن قصد، لأن ضرار مصدر ضار يضار ضرارا، ومضارة كجاهد يجاهد جهادا. وإيش؟ ومجاهد. طيب، فما كان عن قصد فهو ضرار، وما كان عن غير قصد فليس ضرار. مثال ذلك: إنسان عنده شجرة في بيته يسقيها، فانتشرت الرطوبة إلى بيت جاره بدون قصد، هذا نقول إيش؟ ضرر. وإنسان آخر غرس شجرة وصار يسقيها من أجل أن ينتشر الماء والرطوبة إلى بيت جاره فيتأذى به، هذا إيش؟ هذا ضرار. وكلاهما منفي شرعا، فالضرر يزال وإن لم يقصد، والمضارة تزال وعليه إثم القصد.